خلونا نعود مرة تانية إلى الأجواء المحلية وفيما يخص نادي الزمالك واستعداداته أكيد لماتش مهم النهارده ضمن منافسات الجولة 13. بينضم إلينا كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك ومدربه السابق المدير الفني الحالي لفريق الترسانة. مساء الفل على حضرتك يا كابتن. صباح الخير يا مان، صباح الفل، إزاي حضرتك عامل إيه؟ منورة ست الكل. الحاج اللي منور، طمنا الأول قبل ما نتكلم عن الزمالك كده عن الترسانة، إيه الأخبار؟ والله احنا في معسكر والحمد لله ماشيين خطوه بخطوه باذن الله كده، عشان تعرف حضرتك الدور الثاني صعب شويه. اكيد. قفلنا على نفسنا اسبوع والحمد لله، يعني النتائج ان شاء الله تبشر بالخير باذن الله. موفق باذن الله يا كابتن. طيب شكرا يا مان. شكرا. نتكلم كده عن الزمالك ورؤيه حضرتك للثلاث ماتشات اللي فاتوا، ثلاث انتصارات سواء محليا او افريقيا، الى اي مدى ابتديت تطمن كده على اللاعبين والحاله الفنيه اللي وصلوا لها مع الفرنسي كارتيرون؟ شوفي هنتكلم ونعيد يا مرهان ان الامور ما بتتاخدش بالقطعه. اكيد. يعني مش شرط ان انا، على فكره الزمالك اتعادل ماتشين كان هو الاحسن والافضل واكثر فرص، لكن التوفيق كان غايب. لكن بعد كده الامور اتحسنت بنهايه المباراه الافريقيه، اعتقد ان الناس ارتاحت او اطمئنت شويه. وده نرجع نقول، مش عايزين نقول اهلي وزمالك، يعني الناس عشان بتشتغل بالقطعه يقول لك الاهلي هيخش والزمالك لا، دلوقتي بيقولوا الزمالك داخل والاهلي على كف مش عارف ايه وفاضل له ايه. فالناس لازم تصبر كلها وخاصة في الزمالك على الفرقة وعلى المدرب لغاية على الأقل نهاية فترة، يعني مثلا إيه بطولة أفريقية أو كاس أو دوري، اتاخد البطولة خدتها الزمالك ولا ما خدهاش. لكن يعني أقول بالماتش، يعني أنا بقول يعني استقرارا الزمالك كويس، حتى الفرقة اللي بتلعب فيها تغيير على بقدر الإمكان، الروتيشن بيعملوا في لعيب أو اتنين، فالأمور جيدة. طيب لو هنتكلم عن الصفقات اللي انت شايف النادي الزمالك فعلا في احتياجها، كابونجو كاسونجو هو الصفقه الاهم، ولا مثلا الباك اليمين ممكن يكون من الصفقات اللي كان لازم نادي الزمالك يبقى باصص عليها؟ لا هو الزمالك عنده مركز واحد بس، يعني مكان واحد بالظبط. يا الله. لا فيرويد، انا اجيب كاسونجو. لان حازم امام، في احمد عيد الصغير ممكن الونش بيعملها او عبد الغني، يعني الباك رايت محلول تقدر تجربي فيه اكتر من واحد. لكن فيرويد ما فيش غير مصطفى، انا مش عارف عمر فين، متعور ولا فين، مش عارف. عمر موجود، ولكن حضرتك يعني لو عمر السعيد كمان موجود، يعني كان بيشارك حتى في مباراه طنطا اللي كان كارتيرون مريح فيها اكتر من لاعب، كان عمر السعيد هو اللي بادئ وكان ليه مشاركه. ده من طنطا، من فتره، من ماتشين مثلا ولا حاجه. بس ولكن يعني لما يكون عندك فيرويدين او ثلاثه كويسين دي حاجه كويسه. لكن لازم يبقى في تدعيم لل، انا كان نفسي، ما انا مش عارف زيزو قرب يرجع ولا لسه الاصابه، ان هو ماشي مع طارق حامد ومحمد حسن كويس. اذا كان هيرجع بالسلامه يبقى احنا عايزين مهاجم بس يعني. طيب بشكل عام كده شايف حضرتك ماتش النهارده وتقييمك لمستوى الزمالك في الماتشات اللي فاتت واهميه ماتش الجونه النهارده وخارج الارض بيبقى ليه حسابات كمان تانية؟ يعني شوف لو لعيبه الزمالك حطت في دماغها ان ماتش الجونه الموسم اللي فات هو سبب ضياع الدوري، الزمالك يكسب مرتاح. لان اللي حصل السنه اللي فاتت ان اللعيبه ما احترمتش الجونه، لان كانت جايه في اجازه، فاكره حضرتك وقعنا 21 يوم في الفرنسي، حصل فيه ارتخاء شويه في العضلات واسترخاء في كل حاجه. وحصل اللي حصل في المباراه، وده السبب اللي ما خدش الدوري. والجونه مش هتسيبك لانك انت الزمالك وهم موقفهم مش جيد قوي والماتش عندهم، فدي حاجه تديك ارتاحيه ان الماتش هيبقى كويس واحنا المستفيدين في الاخر. لكن الزمالك ما اعتقدش انها فرص في الماتش النهارده. طيب اخيرا يا كابتن اختم مع حضرتك الحديث عن نادي الزمالك ومن خلال اللقاءين اللي هنتابعهم الشهر الجاي في ماتشين قمه في شهر فبراير في 4 ايام، متخيل السيناريوهات اللي المفروض تكون بتدور دلوقتي عامله ازاي وصعوبه لقاءين قمه في 4 ايام من وجهه نظر حضرتك؟ شوف انا ما بتكلمش على الاهلي والزمالك غير اول حاجه واحده بس، زي كل الناس مباراه خاصه ما لهاش اي حسابات، الكويس ممكن يخسر والوحش ممكن يكسب، ولكن بالنسبه لنا من ناحيه نادي الزمالك لازم يحترم المباراه، لانه اخر مباراه في السوبر كان 3-0 ورجع بضربتين جزاء، يعني ممكن ترجع في اي وقت وما تعتمدش ان انت خسران 3 على الماتش خلص او ايا كان. ولكن على الزمالك عشان ياخد المباراه لازم يبدا بالتسجيل في المباراه اللي جايه ان شاء الله، اللي هيكسب المباراه الاولانيه هيكسب الثانيه.
انا مش بقى ما ليش دعوه بعلم الغيب ولا حاجه، انا بقول كناحيه نفسيه. ايوه اللي لان حضرتك اربع ايام بين الماتشين، اللي هيكسب الاولانيه على الاقل مش هيخسر الثانيه. ممكن الثانيه كده كده دوري فممكن تنتهي تعادل، بس الاولانيه هي اللي هتكون بتحرك قوي. هتفرق دي اللي هتفرق مع الفريق. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، الكابتن محمد صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك، المدير الفني الحالي لفريق الترسانه. نورت الدنيا.